وانت في تانية ثانوي ايه اللي حصل؟ كنت رايح لواحد صاحبي صديقي جدا، صديقي لغايه دلوقتي اسمه محمد خالد. اه كان عنده بروفا وانا كنت ساعتها كنت بلعب ماتش، فجاي متخرشم ماتش ملاكمه. ماتش ملاكمه اه. فقال لي ما تيجي معايا البروفا، قلت له يلا. فروحت انبهرت، اتخبطت يعني بصراحه، حبيت الجو جدا واتخبطت بالمسرح، وحبيت الطريقه بتاعت اللي هم بيعلموا بيها الناس وبيعلمونا بيها يعني، وبقيت اقرا النصوص المسرحيه، فبقيت احس ان في الله حاجات حلوه جدا مفيده، في حاجه بفهمها او بتعلمها. فاهتميت قوي، عشت في الحكايه. اه عشت بقى في الحكايه، وكان برضو الحمد لله ربنا رزقني باصدقاء الى الان يعني مهتمين، فكنا بنساعد بعض بجد باخلاص ومع بعض. امال ليه سقطت في معهد السينما؟ كنت دخلت وسقطت؟ حاولت اخش المعهد وسقطت اه تالت اختبار ده. لا ما اعرفش سقطت ليه، سقطت وخلاص. ما تعرفش سقطت ليه؟ لا ما اعرفش. لا ايه اللي عجبك في التمثيل؟ بصراحه انا حسيت ان انا عارف، انا من الكلام اللي بيتقال والحاجات اللي بدات اشتغل اقراها بحس انه بيعبر عني، يمكن بحس ان خيالي بيشتغل فيه بشكل يعني. انا بحب الروايات لان انا الوصف ده بيخليني اتخيل حاجات، اتخيل اللي مكتوب. بتبقى روايه حلوه، بتبقى زي الفيلم بالظبط واحلى. بالظبط، بتبقى احلى من الفيلم ده حقيقي. اه ده حقيقي. يعني معظم الروايات بتبقى غالبا ان خيالك انت ملوش سقف. يعني خيالك وانت بتقرا وبتفكر في المكتوب والوصف المكتوب طول الوقت عمال تفكر وتطلع، فخيالك واسع. طب مين من الممثلين اللي عمل ادوار بالشكل ده وانت اعجبت بيه جدا؟ يعني عمل ادوار اللي هي طالعه من الادب، يعني روايات محفوظ او روايات عالميه او كذا او كذا، وده انت معجب بيه جدا. والله هو روايات لا مش متذكر، لكن انا طيب. دايما بحق يعني انا في احنا عندنا اساتذه كده يعني زي استاذ عبد الله غيث، استاذ حمدي غيث طبعا، اساتذه استاذ سناء جميل. سناء جميل اه طبعا سلام. طبعا يعني طبعا خطيره عبقريه. انت ما شفتش الناس دي كلها خالص؟ ما حدا قابلت استاذ حمدي غيث في مره. قابلت حمدي غيث اه في مره والحمد لله كان كلام يعني شافني في كان في حاجه اسمها مشاهدات فشافني في عرض في مسرح الهناجر كان اسمه الزنج الابيض. زنج الزنجي الزنج الابيض الزنج الابيض آه. انت كنت زنجي؟ لا لا لا, لا انا كنت واحد لسه بدري قوي. لا كان واحد صديقي. كنت واحد من العساكر كده. لا لا كنت واحد، دي مسرحيه كانت احنا اللي عاملينها انتاجنا احنا فرقتنا يعني احنا كنت واخد فيها حاجه اه واخد يعني كان دور مهم اه. بس هو يعني الحمد لله بالصدفه اشاد بيا وقفني اصلا، قال لي انت اللي كنت على المسرح دلوقتي؟ قلت له اه. فقال لي انت ممثل حلو قوي، اهتم بنفسك. قلت له شكرا. وعصام السيد وصديقنا صديقنا العزيز محمد الرفاعي الكاتب الكبير الف رحمه وخالد جلال كل دول اشادوا بيك الحمد لله وادوا لك فرص كثيره. بس محمد الرفاعي يعني كتب عنك كويس الله يرحمه. ربنا سبحانه وتعالى اه ليه فضل عليا اصلا والله اه طبعا ساعدني كتير كان وساعدني برقي يعني ما كانش يعني كان بيجي يتفرج عليا ويشوف انا مستواي ايه. يعني يجي يتفرج على مستواك بيطلع مستواي بيتطور ولا لا صحيح 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 الله يرحمه ويحسن اليه. ايه الدور اللي انت بدات فيه تحس انا يعني ان انت ممثل بقى؟ يعني هل هو جراند اوتيل او رد او ولاد رزق؟ يعني الدور اللي انت طلعت بيه على الناس وحسيت ان انت يعني فردت عضلاتك؟ فردت عضلاتي؟ والله بص انا موضوع فرض عضلاتي ده انا يعني ما بيبقاش في نيتي ان انا افرض عضلاتي او حاجه، انا بشتغل. لا ده انت بتفرض عضلاتك على الاخر. الحمد لله الله يخليك. ده بس لا بصراحه يعني بصراحه لا انا بس بشتغل والله مش اكتر، يعني بشوف شغلي مش اكتر. بيحصل ايه بعد كده ده بيبقى كرم من عند ربنا والحمد لله الناس بتبقى مبسوطه يعني. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدا من 149 جنيه و99 قرش.